السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هوريكم شقتي الجديدة، احنا لسه بنشطب فيها. شايفين كده ده الباب بتاعها، بصوا هنا كده عاملة ازاي، لسه بنشطب فيها. شايفين كده؟ طبعا صوت الدوشة دي الناس شغالين جوه. تعالى هوريكم بقى. وهنا طبعا يا جماعة العمال هما شغالين في الشقة، شايفين عاملين ازاي؟ هما ما شاء الله يعني عاملين شغالين بكل ما كل اللي يقدروا عليه. شايفين كده؟ وميدو طبعا واقف يشتغل معاهم. ده يا جماعه احمد السعيدي، اللي عايز اي حاجه يبقى يتصل بينا بقى، انتوا عارفين طبعا الاكونت بتاعي. كلموني وانا هخليه يتواصل معاكم على طول. هو صنايعي طبعا، هو بيمحر الشقه هو وزمايله. ده عبده وده محمد. اللي يحتاج حاجه بقى يا جماعه يبقى يقول لنا. وميدو وهايدي طبعا معاهم بيساعدوهم. كده دي الصاله، شايفين الناس شغالين فيها كده. وهنا دي الطرقه بتاعت المطبخ والحمام. وده هنا المطبخ، احنا هنفتحه الناحيه دي ونعملها، نعمله مطبخ بشباك. هنا عندنا في الركن ده كده اوضه الاطفال، شايفين كده. احنا لسه طبعا بنشطب فيها، فكل حاجه فيها لسه زي ما هي. حتى الارض شايفين كده ازاي. ودي هنا اوضه الانتريه والصالون، ده كده شكلهم حاطين طبعا الحاجات بتاعتهم قبل ما يخلصوا. هكمل لكم بقى. دي هنا كده الطرقه بتاعت المطبخ، احنا عاملين هنا كده هنعمل فيها شكل من هنا في الجوانب دي كده هنعمل فيها شكل، ومن فوق كده هنعمل فيها شكل. بصوا كده. وهنا عندنا المطبخ والحمام، ده كده المطبخ، شايفين طبعا عامل ازاي. وهنا ده الحمام، احنا لسه حاطين فيه حاجه، لسه كل حاجه زي ما هي، لسه بنبدأ نجدد فيها ونشطب فيها. وعندنا هنا دي اوضه النوم، شايفين كده عامله ازاي. بصوا هي لسه فيها رمله ولسه فيها كل حاجه، احنا لسه يا دوب ركبنا النجاره وبنبدا نجهز فيها. اول ما نخلصها بقى هبقى اوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي، وهنكملها طبعا مع بعض خطوه بخطوه. يا رب الفيديو البسيط ده يكون عجبكم، وتكون شقتي البسيطة عجبتكم. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.